أبطال الجيش الحر وهم في مهمتهم في حصار الفرقة 17، وأثناء سيطرتهم على أحد المواقع الهامة تم العثور على جواز سفر إلى الجنة. هذا رقمه، الاسم والشهرة. الأماكن التي يمكن لحامله السفر إليها: الجنة، الفردوس، النعيم، دار السلام، عدن. ما عدا هو جواز سفر إلى الجنة، وأيضا حامله يستثنى من دخول النار كما هو مكتوب. لقاء مع قائد ميداني من حركة أحرار الشام الإسلامية الأخ المجاهد أبو ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله كل خير أخي. حدثنا عن وجود جواز سفر إلى الجنة، وجدتوه بحوزة أحد عساكر النظام في الفرقة 17، حدثنا عن الحادثة. هذا كلام صحيح. لدى اقتحامنا لأحد الكتائب الموجودة داخل الفرقة 17 وأسر عدد من الجنود وقتل عدد آخر منهم، ولدى تفتيشهم وجدنا أن بعضهم وخاصة من الطائفة العلوية أو من الشيعة من إيران يحملون جوازات سفر إيرانية، المصدر إيراني، هذا الجواز مكتوب عليه جواز سفر إلى الجنة، هذا واحد من الجوازات. هذا أحد الجوازات. أيوة. هو هذه الجوازات تشبه ما كان يوزعه الخميني على الجنود الإيرانيين أثناء حربه مع صدام حسين، المفاتيح التي كان يوزعها على الجنود الإيرانيين، مفاتيح الجنة، وهذا جواز سفر أيضا إلى الجنة يوزعونه على الشيعة والرافضة والعلويين لتشجيعهم على القتال. طيب الجواز وجد بحوزة مقاتل في الفرقة 17 من الطائفة العلوية أو إيراني؟ إيراني. إيراني. إيراني.